مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. ويسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار، والأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يترأس قداسا إلهيا بمناسبة اليوم العالمي للأجداد والمسنين. بطريركية الروم الأرثوذكس تستعيد أرضا تابعة لها في حي أبو طور بالقدس. الكنيسة المارونية في عمان وبيت لحم تحتفل بعيد القديس شربل. وفيها أيضا العناية بكبار السن في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. بمناسبة اليوم العالمي الثالث للأجداد والمسنين، يمنح ديوان التوبة الرسول الغفران الكامل للمشاركين في القداس الإلهي الذي سيترأسه قداسة البابا فرانسيس في بازليك القديس بطرس في 23 من الشهر الجاري، وللذين سيخصصون وقتا لزيارة الأشخاص المسنين في هذا اليوم، وللمرضى الذين سيتحدون بالصلاة روحيا في الاحتفالات الليتورجية. وفي هذا السياق ذكر الديوان بشروط الحصول على الغفران الكامل، وهي الاعتراف والمناولة والصلاة. وأشار المرسوم إلى أن الغفران يمنح أيضا للمسنين المرضى وجميع الذين لا يستطيعون ترك بيوتهم لسبب قاهر. كما دعا ديوان التوبة الرسول الكهنة للاستعداد بسخاء للاحتفال بسر التوبة من أجل السماح للمؤمنين بالحصول على هذه النعمة الإلهية. بعد جهود حثيثة استمرت لسنوات عديدة من قبل غبطة البطريرك كيريوس كيروس تيوفيلوس الثالث، استطاعت بطريركية الروم الأرثوذكس استرجاع قطعة أرض تابعة لها بجوار الكنيسة الأرثوذكسية في حي أبو طور في القدس واستعادة ملكيتها بنجاح، حيث قامت البطريركية بدفع ثمن الأرض نظرا لقيمتها الدينية والتراثية والأثرية. وبهذا تكون البطريركية قد تمكنت من تحرير الأرض تماماً من جميع القيود التي نشأت نتيجة اتفاقيات تأجير قديمة وحجوزات أقامتها الحكومة الإسرائيلية. وتعتبر البطريركية استعادتها الكاملة لحقوقها في أرض أبو طور رداً عملياً وواقعياً على محاولات الجمعيات الصهيونية المتطرفة الاستيلاء على عقاراتها والتضييق على الوجود المسيحي الأصيل في القدس. بمناسبة عيد الرسل القديسين ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي، وذلك في كنيسة القديس جورجوس عنجرة. وفي عظة الإنجيل قال سيادته إن اليوم هو يوم الكنيسة لنرفع صلواتنا إلى الرب الإله أن يبارك الكهنة في خدمة كنائسهم ورعاياهم، وأضاف نصلي اليوم من أجل كل دعوة كهنوتية أو رهبانية للكنيسة من أبنائها المؤمنين الغيورين بكل تواضع ومحبة. عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور جمع كبير من المؤمنين. نحن بدون المسيح ولا شيء، اليوم موجودين وبعد لحظة مش موجودين. عشان هيك قديش مهم نقدر نحيي التواضع، هذا التواضع اللي يخلينا نشوف سفوريتنا ونعي إن قديش محتاجين للمسيح، قديش محتاجين إن نحب بعضنا البعض حتى نتثبت في المسيح، لأنه كل ما أحبينا بعضنا البعض كل ما ازداد حبنا مع المسيح، وكل ما كرهنا أو حقدنا أو حطينا أفكار شريرة في قلبنا على أخونا الإنسان كل ما ابتعدنا عن المسيح. عشان هيك كل واحد فينا مسؤول عن موقف حياته، عن موقف فكره من القريب ومن ذاته ليكون ومن الله كمان. خلال خدمة الغروب التي ترأسها المطران خريستوفوروس في كنيسة دير القديس نكتاريوس الصوفية، صور الأخ خليل فواضي راهباً على اسم القديس أفثيميوس. وخلال الخدمة وجه سيادته الراهبة فواضي بالثبات على الإيمان والرجاء،
ودعاه أن يحفظ نفسه من العالم ومغرياته والسير على خطى الرهبان الممزوجة بالتواضع والصلاة وأن يشكر الله دائما. عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الراهب الجديد وجمع من المؤمنين. أقيم في كنيسة مار شرب للمارونية بعمان قداس احتفالي وأمسية روحية بمناسبة عيد القديس شربل واختتام اليوبيل 25 لتأسيس الرعية المارونية في الأردن. ترأس القداس قدس الأب جوزيف السويد راعي الكنيسة بمعاونة الشدياق سنان سلامة بحضور سعادة السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية وأخوية مار شربل وعائلات الرعية. وفي عظة القداس تحدث الأب السويد عن سيرة القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية لقربه من الله مشدداً على أهمية الصلاة التي تعتبر الطريقة الصحيحة نحو القداسة. وقد تخلل الاحتفالات تراتيل أحياتها جوقة كنيسة مار شربل ضمن أجواء إيمانية سادت أوساط الحاضرين. وبعد القداس أحيا المرنم فارس عباسي أمسية ترانيم روحية مفعمة بالفرح والسرور. وفي ختام الأمسية كرم الأب جوزيف السويد راعي الكنيسة المرنم فارس عباسي على مشاركته في الاحتفال. يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا ضويت سراجك بالمي طول عتم بموطنا تلي والوادي أهلي وبلادي قلتنا من صلي لك يا شربل انت منا يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا ضويت وفي بيت لحم امتلأت ساحاته وأدراج كنيسة مار شربل بالمؤمنين القادمين من مختلف المناطق للاحتفال بعيد القديس شربل على أنغام الجوقة التي صدحت بالترانيم الخشوعية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعدته مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. يا شربل صلي عنا. ترأس المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا للموارنة والنائب البطريركي في القدس والأردن والأراضي المقدسة قداساً احتفالياً بمناسبة عيد القديس شربل وذلك في كنيسة مار شربل في بيت لحم بدعوة ومعاونة رئيس الدير الأب يعقوب عيد والشماس صبحي مخول. امتلأت أدراج وساحات الكنيسة بالمؤمنين من مختلف المناطق بحضور ممثلي المؤسسات الرسمية والراهبات والجوقة التي صدحت أصواتها بالترانيم بالطقس الماروني. وفي عظة القداس التي شرح من خلالها سيادة المطران الحاج عن حياة القديس شربل ودوره بحياتنا وبمعجزاته الشفائية اللامتناهية، كما وشكر نورسات الأردن لتغطية الاحتفالات في الأراضي المقدسة. ينادي عليكم اليوم بعيد القديس شربل، القديس العظيم يلي تقريبا بكل العالم اليوم عم بيشاركوا بالصلاة وبالتأمل وباستذكار حياة هالقديس كيف صار قديس هيك عظيم، وخاصة بهالأيام هيدي يلي نحن عم نعيش فيها بنعم كبيرة. بقى نحن بهالنهار هدا جايين نحتفل وبنشكر ربنا على كل المؤمنين يلي عم بتوافدوا من كل حد بنوصاب من أرض المقدس من الناصرة ومن حيفا من وين ما كان حتى يجوا يشاركوا معنا بهالمناسبة هيدي عيد مار شربل اللي هو الأحد الثالث من شهر تموز. بقى نحن رح نصلي اليوم على نوايانا وعلى نواياكم لحتى ربنا بشفاعته
يعطينا أكثر نعم، لأنه فعلا بحاجة، الشعوب بحاجة، العيال بحاجة، الناس بحاجة، الدول بحاجة، لأنه مثل ما شايفين كأنه الشر عم بيتعاظم وعم بيتكاثر. إنما دايما نحن بنتأمل بكلمة الرب الإنجيل، الزرع الجيد، والزرع الجيد هو كلمة الله، وهي كلمة الله انزرعت بمرشار بلك شو أعطي. نحن بنعيدكم كمان وبنشكركم تلو المير نورسات الأردن يلي أنتوا عم بتوصلوا كل هالبشرة إلى كل العالم. ولو منكم أنتوا يمكن الناس في ما بيعرفوش، لا في صلوات ولا في قداس ولا في مرشربل ولا في قديسين، ولكن أنتوا لكم دور كبير، وإن شاء الله ربنا بيحميكم ومرشربل يعطيكم القوة لحتى تتابعوا هالرسالة المقدسة. وكان يقولوا دايما لو مرغولس عنده تليلوميار كان عطى أكثر. بقى أنتوا هلأ نية عم بتقوموا بهالدور، أنتوا صوت الكنيسي المدوي اللي بوصل للأخير، انت عم تنقل الاخبار الحلوه والساره والبشره الساره لكل العالم، وهذا اليوم المطلوب. ورغم كل الغيوم ورغم كل الاخبار المش منيحه ورغم كل الاشياء اللي عم نسمعها، ها انتم بواسطه اللوميار عم تنقلوا لنا مرشربي الى العالم، كلمه المسيح بالاول والعذراء ومرشربي والقديسين، لحتى يعطونا هيك نفس جديد وحياه جديده، يقول لا يا عم الحياه مش مصايب، حياه فيها بركه وفيها نعم وفيها الله حاضر معنا وبحبنا. شكرا لكم كثير ونعد عليكم. وبعد القداس تم حفل استقبال في قاعة الكنيسة وتقديم التهاني بهذا العيد المميز. فيا مارشربل، كما كنت في حياتك على الأرض تحمل هموم الناس وتصلي من أجلهم وتشفيهم، تشفع لنا بنعمك العظيمة، فأنت الطبيب المعالج وفرح السماء والأرض ومساعد المحتاجين وكوكب ينير طريق التائهين. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة مارشربل بيت لحم. يا شربل صلي عنا. كانت حالة الوئام والسجل التآخي بارزة في مهرجان الرفيد الثقافي الذي أقيم في بلدة الرفيد بلواء بني كنانة، حيث تحدث راعي المهرجان الدكتور تركي عبيدات عن مواقف الأباء والأجداد في الحفاظ على القيم الأردنية العربية الأصيلة وتجذير الانتماء الوطني والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، لافتاً إلى أن للمسجد والكنيسة في الأردن دوراً حيوياً في تجسيد الشراكة والاحترام المتبادل وصون الحقوق. وفي كلمته استذكر مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل الحداد تاريخ الكنيسة الوحيدة في منطقة شمال إربد التي عرفت بكنيسة خور العبيدات ويحتضنها أهل المنطقة بحب وتوقير. وأشار مفتي القوات المسلحة الأردنية الشيخ حسن مخاطرة إلى أننا في الأردن في بلد قائم على السماحة والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، وهو نهج اختطه الهاشميون لإرساء قيم التسامح والعدالة واحترام الحقوق المتبادلة بين الناس. واشتملت فعاليات المهرجان على كلمات وقصائد شعرية وفقرات فلكلورية قدمتها طالبات المدارس. بعد خدمة القداس الإلهي وبالتعاون مع جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، أقيم في كنيسة القديس جوارجوس ببلدة أدر يوم مفتوح لطلاب مدارس الأحد من كنائس الرب وحمود وأدر بمشاركة عدد من المرشدين وحضور الأباء الأجلاء في محافظة الكرك. وخلال اليوم مر الطلاب بالعديد من المحطات التعليمية التي تحدثت عن بعض الأفعال غير المحببة لدى بعض الناس وردة الفعل المناسب لهذه الأفعال ومحاربتها، كما مر الطلاب بمحطات أخرى حملت الكثير من الأسئلة والمعلومات حول أسفار العهد القديم والجديد وتعلم الأناشيد الدينية الجميلة. وبعد مائدة المحبة التي قدمتها الكنيسة في أدر جاء دور المرح، حيث قضى الطلاب وقتا ترفيهيا رائعا عكس على وجوههم البسمة والفرح. أقيم في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الصوفية قداس إلهي ترأسه الأب الربان بنيامين شمعون كاهن رعية السريان الأرثوذكس في عمان بمعاونة الأب يعقوب.
شارك في القداس الذي حضره جمع من أبناء الرعية جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم الروحية. وفي عظته تحدث الربان بنيامين عن مبدأ من مبادئ المسيحية وهو العطاء، امتثالاً لقول الرب أعطوني وجربوني، موضحاً بأن مساعدة المحتاج ينبغي أن تتم بخفاء وسخاء، إذ أن ما يعطيه الإنسان بيمينه يتعين أن لا تعرفه شماله، علاوة على أن يبقى العطاء مستمراً. كل أنواع العطاء هي موجودة في المسيحية، الفقير يستطيع أن يعطي والغني يستطيع أن يعطي. من مبادئ العطاء هذه أحبائي ننتقل إلى بركات العطاء. هل العطاء له بركة؟ نعم، له أكثر من بركة. اللي يعطي ربنا يباركه، ربنا يبارك حياته، ربنا يبارك أسرته، ربنا يبارك في كل شيء. أول بركة من بركات العطاء نجدها في مزمور 41 الآية الأولى. هذا المزمور يقول من ينظر، يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين لأنه في يوم الشر ينجيه الرب. معناته البركة الأولى أن الإنسان اللي يعطي كلتنا نقع في تجارب، لكن ربنا في يوم الشر في يوم التجربة ينجي الشخص المعطي. أنتم تصدقون هذا الكلام؟ عشتم هذا الكلام؟ الإنسان اللي يعطي ربنا في يوم الشر في يوم المرض في يوم التجربة إيد ربنا تسحب هذا الشخص المعطي وتساعده. يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين. بهدف قضاء عطلة صيفية مفيدة مع الآباء الكهنة والمرشدين، نظمت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في إربد برنامجاً تعليمياً وترفيهياً لطلبة المدارس تحت عنوان أيدي صغيرة أعمالها كبيرة. التفاصيل مع مراسلتنا في الشمال نيفين حداد. تصويرنا اليوم كان من كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد لنعرف أكثر عن النادي الصيفي لمدارس الأحد بالرعية، ولأن الكنيسة هي بيت العائلة، لأنها مسؤولة عن أبنائها واستغلال مواهبهم من عدة جوانب، وهذا الهدف الأساسي للنادي الصيفي. مدته 3 أيام بالأسبوع لنهاية الشهر، فيه كثير نشاطات ترفيهية لتنمي وتعزز مواهب الأطفال، والمميز فيه كمان إنه بيحتوي على جانب أكاديمي منها اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية كمان. ارتقينا في مدارس الأحد والشبيبة أنه نعمل نادي صيفي نستغل فيه طاقات عندنا طلاب مدارس الأحد، مثلا ككتابة الأيقونات، كمثلا فن الموسيقى البيزنطينية الترتيل، كذلك أخذنا الجانب الأكاديمي كمان من ناحية التقوية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، بالإضافة لرعينا الجانب كمان أيضا الجانب الترفيهي لطلابنا. إحنا نعرف الطلاب الفترة هاي بيكونوا معطلين في بيوتهم، فبحاجة برضو أنهم يفرغوا من الجانب الطاقي تبعهم. الرعية دائما تحرص على أنها تكون خطوة بخطوة مع أبنائها وتدعمهم وتقربهم من الكنيسة أكثر ليكونوا فاهمين كلمة ربنا بالشكل الصحيح. واليوم كان رائع بالنسبة للأطفال، يعني في عززوا لغتهم الإنجليزية وقووا معرفتهم بالقواعد العربية، وبالأعمال اليدوية كانوا مبسوطين، وبصنع المسابح الملونين كمان، وبرسم الأيقونات رح تكون من تحت إيديهم حلوين. فالأيدي الصغيرة أعمالها كبيرة، وهذا هو شعار النادي الصيفي لهاي السنة. احنا بالنادي الصيفي احنا قاعدين بنسوي نشاطات واحنا مبسوطين مع الخوريين، وكتير لما نروح على النادي الصيفي بنكون متحمسين لما نكون مبسوطين. احنا فريق القلب منحب نصلي ونلعب. وبعد 4 ساعات تقريبا اختتموا يومهم بهذا الفيلم السينمائي الكرتوني، وأكيد مع كمشة بوشعر.
مثل هاي الأنشطة اللي بتقدمها الرعية وغيرها من الرعاية بمختلف كنائسنا، ياريت تكون دافع لحتى العائلات تتشجع أكثر وأكثر ليرسلوا أبنائهم ويكونوا جزء فعال بكنيستهم ومجتمعهم أكثر. نيفين حداد من محافظة إربد. بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي مع مدير هيئة الحج المسيحي النيجيري يعقوب بام والوفد المرافق سبل التعاون في زيادة أعداد السياح القادمين من نيجيريا إلى الأردن بقصد السياحة الدينية. وأكد القيسي أن الأردن هو من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم، وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضاري وقيم التسامح والعيش المشترك، مشيرا إلى أن مواقع المقطس وجبل نيبو وكنيسة مار الياس وكنيسة سيدة الجبل ومكاور والمواقع الأثرية الأخرى كأم الرصاص وكهف السيد المسيح تعتبر مواقع هامة للحجاج المسيحيين ووجهة دينية وسياحية رئيسية في المنطقة. من جهته بين المدير النيجيري أن الهيئة تعمل على نقل الحجاج المسيحيين إلى الأردن باعتباره وجهة رئيسية للحج الديني المسيحي. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة مميزة بعنوان العناية بكبار السن، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الأب حنا كلداني كاهنة كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية والأخت نهى رئيسة دير راهبات الصليب ببيت العناية الإنسانية بالفحيص. وقد ناقشت الحلقة عدة محاور تتعلق بالعناية الصحية لكبار السن وضرورة إعطائهم الزمن الكافي لقضاء الوقت معهم والوقوف إلى جانبهم. فإلى هناك كيفية العناية بكبار السن، يعني لما بيكون في عندك كبير بالسن مش يعني العطية أو المكافأة على مسيرة حياته ومسيرة عطائه خلال هالسنوات الماضية اللي أعطى أولاده هيك إنه يمنعطي الموت الرحيم في حال مرض أو صار عاجز أو مش قادر يكمل الحياة بصحته، يمنعطي الأوبشن أو إيش بسموه الخيار إنه موت رحيم أو قتل رحيم نعتبره أنه إنهاء حياته بطريقة ما أو نعطي العناية. فاخترنا اليوم الحلقة بعنوان كيفية العناية بكبار السن. قداسة البابا فرانسيس قال أنه العائلة اللي بتحس أنه كبير السن عالة على عائلتها هو يقع في خطيئة جسيمة. فهذا لأنه نحن قبل كم من يوم عم نحتفل في اليوم العالمي لكبار السن للمرضى والمسنين، وفي احتفال من هون الأسبوع القادم قداسة البابا سوف يقيمه، وأيضا كل الكنائس سوف تشترك بإقامة قداديس للصلاة من أجل المسنين ومن أجل المرضى. من بداية الكتاب المقدس من الوصايا العشرة من نعم. السفر اللوح الحجري المحفوظ اللي كتب عليه موسى نعم. الوصايا أكرم أباك وأمك، وصية من بين كل الوصايا العشرة الوصية المشروطة، يعني إذا كان فإن إذا عملت فلك أكرم أباك وأمك تطول أيامك، تطول أيام يعني مكافأة أيامك على الأرض نعم. يعني هي الوصية اللي بتعطيك مكافأة بنفس الوقت القيام بها على صعيد البعدين، البعد العاطفي والبعد المادي. أحيانا كثير بيكون الكبار السن هم أصحاب سلطة لآخر لحظة بحياتهم، يعني سواء كانت مالية سواء كانوا هم أصحاب المال الأساسي لاستثمارات العائلة، أو إذا كان لهم سلطة ثانية على السلطة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو شو من كان، والبعد المادي هذا، وأيضا في البعد العاطفي اللي هي حاجتهم للأولاد وحتى للأحفاد بتصير أكثر من الأولاد، يعني بيصير الأولاد بيكونوا في مرحلة تكوين حياتهم وتأسيس لحياتهم انشغالهم بالبزنس وبالشغل وبالشو من كانت حياتهم بغض نعم. النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي الاقتصادي، فبيهتموا الأجداد بالأحفاد، فبيكون هذه العلاقة وكأنه يستحضر شبابه في الأحفاد ويتذكر عندما كان بسن أول زواجه وبيجيب الأطفال. فنعمة من الله منحها للناس اللي الله بيعطيهم إنه يكونوا أجداد.
تيشوفوا الأحفاد. هاي نعمة مش كل الناس بتحصل عليها. فهاي نعمة للناس المميزين عند ربنا، للناس اللي كافأهم. وكثير بالعهد القديم بشدد ربنا على مكافأة الناس الصالحين، بتطولوا أيامك على الأرض، بتشوف أولاد أولادك. والإبراهيم قال له نسلك، حصى قد أكثر من عدد رمل البحار. ودائما المكافأة كانت هي بالأحفاد. كلمة أكرم أباك وأمك تعني الأب والأم في مرحلة عندما يكون الإنسان طفلا، هناك نوع من الإكرام الخاص للوالدين في الطاعة والتعاون. وعندما يكون الإنسان شابا أو رجلا في علاقة أخرى تنشأ بينه وبين أبيه وأمه، وفي المرحلة الثالثة في حالة الشيخوخة. فماربولوس يوصينا فليتعلموا أولا أن يبروا أهل بيتهم، وأن يبروا أهل بيتهم في عدة أساليب أنتم ذكرتوها، وأن يفعلوا ما عليهم لوالديهم، فذلك مرضي عند الله. فلا تقبل من الإنسان الأعمال الخير والصلاة إذا كان مقصرا في البر لوالديه، وإذا كان أحد لا يعنى بذويه ولا سيما أهل بيته قد جحد الإيمان وهو شر من غير المؤمن. وفي هذه الآية قاسية جدا من تيموثاوس الرسالة الأولى تنبهنا إلى هذا الدور. على أوقات الناس بتقول ليش حاطينهم هون، ليه مش ولادهم بيهتموا فيهم، ليه مش قرايبينهم، يعني في هيدي هالإدانة إذا بدنا نقولها للأهل. فأنا بقول منا إدانة، مش لازم يكون عنا هالإدانة، ومنه شي عاطل، لأن هن عم بيكونوا بمطرح آمن، بمطرح محترمين، وحتى من قبل الأهل. الأهل ما عم يتركوهم، ولادهم ما بيتركوهم، بس عندهم ظروف اجتماعية، الحياة شوي تغيرت عن قبل، حياة الاجتماعية ما عادت مثل قبل، العائلة كلها بتكون حب بعضها. وإذا أنا ما قدرت اهتم ببي أو بأمي، في أختي حدي، في خي حدي، لا هلأ صارت العائلة كتير متفرقة بعدة بلدان. يعني أكيد كلنا بنعرف ولا بيت إلا ما في حدا مسافر، حدا برا قاعد. فالأهل هيك أوقات عم بيكونوا وحدهم، وأوقات كمان عم بيحطوا لهم حدا يهتم فيهم بالبيت، ما عم بيلاقوا النتيجة يلي هني ناطرينها. من هيك بيجوا لعنا. وفي كتير ستات يعني ما عندهم، ما انهم مجوزين وما فيهم يكونوا وحدهم بالبيت، هني عم موجودين عنا، ونحنا كل جهدنا انه نأمن لهم هالخدمة يلي هني يلي هي مطلوبة منا. يعني لأن في عنا حالات شوي صعبة، في عنا ألزهايمر، يعني ناس بتتخذ ما بتقوم، يعني خدمة منا هينة، خدمة صعبة. وأنا اللي بتمنى إنه إن شاء الله نكون عم نقديلهم الحاجات يلي هني بيحتاجوها. إني ما بيعرفوا يعبروا أوقات عن الحاجة تبعهم، يعني حاجاتهم يمكن يكونوا عطشانين، يكونوا جوعانين، ما بيعرفوا يقولوا هالشي. فنحنا بهالمطرح نحنا لازم نكون محلهم ونفكر عنهم. وهيك دائما انا بقول ان شاء الله نكون عم نقدم خدمه يلي المرجوه، يعني الخدمه يلي هم بحاجه لها. الى هنا مشاهدينا وصلنا الى نهايه نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بابرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يترأس قداسا الهيا بمناسبه اليوم العالمي للاجداد والمسلمين. بطريركيه الروم الارثوذكس تستعيد ارضا تابعه لها في حي ابو طور بالقدس. الكنيسة المارونية في عمان وبيت لحم تحتفل بعيد القديس شربل. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.